بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبناءنا طلاب الصف السابع المرحلة المتوسطة، أقدم لكم اليوم مراجعة شاملة في مادة العلوم الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2017-2018. درس النظام البيئي. تتكون البيئة من سطح الأرض وما تحته وما فوقه من هواء وأنهار وبحيرات وبحار ومحيطات وترب وما يعيش عليها من إنسان وحيوان ونباتات. مكونات البيئة تشمل المكونات الحية والمكونات غير الحية. المكونات الحية هي الإنسان، الحيوان، النبات. المكونات غير الحية هي الماء والهواء واليابس وضوء الشمس. تعتمد المكونات الحية على المكونات غير الحية في معيشته، والإنسان يعتمد في معيشته على غيره من المكونات الحية وغير الحية في البيئة. وإن لكل كائن حي يعيش في بيئته في بيئة خاصة به، ويشاركه في نفس الحيز مكونات أخرى يتفاعل معه، قد تكون حية وقد تكون غير حية. مثلا تحتوي بيئة النمل على مكونات متعددة، ويتفاعل معها النمل بطريقة معينة. الكائنات الحية تعيش في بيئة خاصة به، وتشارك نفس الحيز مع مكونات أخرى. مثلا نرى في حديقة المدرسة أنه يوجد مكونات حية ومكونات غير حية. فمن المكونات الحية الحشرات، الديدان، الحشائش. أما المكونات غير الحية مثل حبيبات الرمل والهواء والدبان. الآن نعرف النظام البيئي. هو المكونات الحية وغير الحية التي تتواجد في مكان ما. هذا التعريف ممكن أن يأتي كمصطلح علمي. وكذلك نعرف الموطن الطبيعي، وهو المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي مثل الصحراء، الغابة، البحيرة. الموطن الطبيعي للبطة مثلا هو البحيرة أو المكان القريب منه، حيث يقضي البط معظم وقته في السباحة في البحيرة. نعرف الآن المجال، وكذلك من التعريفات الهامة التي ممكن أن تأتي في الاختبار كمصطلح علمي، وهو الدور الذي يقوم به الكائن الحي في موطنه الطبيعي. لكل كائن حي مجال مختلف. تساعد هذه المجالات المختلفة على تنوع الكائنات الحية في الموطن الطبيعي الواحد، أي أن الموطن الطبيعي الواحد يضم عدة أنواع، من الكائنات الحية. كل نوع من أنواع الكائنات الحية يسمى تجمع. هذا ممكن أن يأتي كأكمل. نقول إذا قلنا سؤال أكمل عبارات تلي بما ناسرها من كلمات. كل نوع من أنواع الكائنات الحية يسمى تجمع. معرف التجمع بأنه هو كافة أعضاء نوع واحد تعيش في المنطقة نفسها، وهو مجموعة أفراد نوع ما تعيش في منطقة واحدة. تجمعات الكائنات الحية التي تعيش في منطقة ما تسمى بالمجموعة البيئية، وكذلك هذا ممكن أن يأتي كأكمل. نعرف المجموعة البيئية بأنها تجمعات الكائنات الحية كلها التي تعيش في منطقة واحدة. سؤال علل. تختلف البيئات الحيوية على سطح الأرض؟ الجواب
السبب نتيجة اختلاف درجات الحرارة من مكان لآخر، واختلاف كمية سقوط الأمطار. الآن نستخلص النتائج من هذا الدرس بالنقاط التالية: يحدث التفاعل بين الكائنات الحية مع بعضها بعضا في النظام البيئي، وكذلك بينها وبين الأشياء غير الحية أو التي كانت حية. إن هذه الأجزاء الحية وغير الحية الموجودة كلها في مكان ما تسمى النظام البيئي. 2. تتنوع البيئات الحيوية على سطح الأرض، فمنها ما يكون على اليابسة ومنها ما يكون في الماء، ويسبب هذا التنوع اختلافا في أنواع الكائنات الحية. 3. تسمى الكائنات الحية التي تستخدم ضوء الشمس لتصنع الغذاء من الماء وثاني أكسيد الكربون الكائنات المنتجة. 4. تسمى الكائنات الحية التي تستهلك الكائنات الحية الأخرى لتأمين غذائها الكائنات المستهلكة. إذن النقطة الثالثة والنقطة الرابعة في عندنا الاختلاف بين الكائنات المنتجة والكائنات المستهلكة. هذه ممكن أن تأتي كمقارنة، نقارن بين الكائنات المنتجة والكائنات المستهلكة. النقطة الخامسة، تسمى الرسوم البيانية التي تستخدم لإظهار كيفية انتقال الطاقة والمغذيات من كائن حي إلى آخر السلسلة الغذائية. هذه الفقرة ممكن أن تأتي بأكثر من صيغة في السؤال، ممكن أن تأتي كمصطلح علمي، ممكن أن تأتي كأكمل، ممكن أن تأتي كصح وخطأ. الآن النقطة السادسة، تعرف الشبكة الغذائية بأنها تداخل السلاسل الغذائية كلها في مجموعة بيئية، ويظهر فيها بوضوح كيف أن الكائنات الحية تعتمد على بعضها بعض. 7. يخلق التنوع في الكائنات الحية في النظام البيئي توازنا في البيئة، بينما يؤدي نقص أحد عناصر النظام إلى حدوث خلل في البيئة. 8. يحدث تحول المساحات الخضراء الخصبة إلى مساحات فقيرة بالحياة النباتية والحيوانية بسبب ظاهرة تسمى التصحر. هذا ممكن أن يأتي كسؤال أكمل. 9. يعرف الزحف العمراني بأنه التعدي على الأراضي الزراعية الخصبة وبناء مساكن الإنسان عليها. الآن لدينا مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من العبارات التالية بوضع إشارة صح أمامه. الجزء الحي، الجزء غير الحي في الشكل السابق هو، إذا نختار هني الشمس. 2. الموطن الطبيعي لأبي ذنيبة هو الماء. 3. الشكل السابق يمثل في هذه الصورة نظاما بيئيا. 4. المستهلك الأول في الشكل السابق هو الياسو. 5. كل الكائنات التالية هي منتجة ما عدا الحلزون. 6. الكائن الحي الموجود بأعداد كبيرة في البيئة السابقة هو النباتات. 7. إذا تم اصطياد جميع الضفادع في البيئة السابقة فإنه يزداد عدد الحشرات. 8. كل المواد التالية هي عضوية ما عدا الصخور. السؤال الثاني، أكمل خريطة المفاهيم للنظام البيئي. النظام البيئي يتكون من مكونات حية ومكونات غير حية. المكونات الحية هي النبات والحيوان، مكونات غير الحية هي ضوء الشمس، الماء
التوب. السؤال الثالث، قارن بين البيئات الحيوية التالية. لدينا ثلاث بيئات. أول شيء الأراضي العشبية المعتدلة، بعدين الأراضي العشبية السافانا، بعدين عندنا الغابات المخروطية التائجة. الخصائص: الأراضي العشبية المعتدلة مناطق انتقالية بين الصحاري والغابات المعتدلة وتنتشر داخل القارات. من الكائنات الحية التي تعيش فيها الحمار الوحشي. الأراضي العشبية السافانا خصائصها تتميز بأنها أعشابها طويلة، أشجارها قليلة جدا، تكثر في إفريقيا وتكثر آكلات الأعشاب مثل كلاب البراري تعيش في هذه البيئة. الغابات المخروطية التائجة خصائصها أوراق أشجارها إبرية، تحمل مخاريط، شتاءها بارد طويل، ثلجي وصيف قصير. من الكائنات الحية التي تعيش فيها السناجب. السؤال الرابع، أجب عن السؤال مستندا إلى الرسم التالي. يوجد لدينا في هذه الصورة خريطة لدولة الكويت. ما هي المشكلات البيئية التي قد تواجه المناطق الزراعية في دولة الكويت؟ التصحر، تلف التربة، ملوحة التربة، الرعي الجار. ما هو السبب؟ لأن المناطق الزراعية في دولة الكويت تحيط بها الصحراء من كل جانب، كما أن المناخ حار جدا صيفا مما يؤدي لزيادة الجفاف. لدينا ورقة عمل. السؤال الأول، أكمل عبارات تالية بما يناسبها علميا. تكثر الأدخنة والمخلفات الصناعية الصلبة والسائلة في المناطق الصناعية. يكون الهواء أكثر نقاوة في المناطق الريفية. يعد الإنسان السبب الرئيسي في إدخال الملوثات إلى البيئة. من مصادر تلوث الهواء الدخان والغبار. من مصادر تلوث الماء تسرب النفط ومياه المجاري. من مصادر تلوث اليابس النفايات وبقايا الطعام. يحدث التلوث الضوضائي نتيجة الأصوات العالية. يحدث التلوث الإشعاعي نتيجة تسرب المواد المشعة كاليورانيوم إلى أحد عناصر البيئة. يحدث التلوث بسبب إدخال المواد الضارة إلى البيئة الطبيعية. في درس التلوث كذلك، ورقة عمل أخرى، سؤال، أكتب الاسم أو المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات التالية. مطر يحتوي على أحماض تتشكل عندما تتفاعل ملوثات الهواء مع بخار الماء. إذن هو المطر الحمضي. كذلك اثنين، أكمل الجمل التالية بما يناسبها علميا. تلوث الهواء له تأثير كبير على المكونات الحية والمكونات غير الحية في البيئة. نتيجة احتراق الوقود في المصانع ووسائل النقل يتصاعد الدخان والذي به ملوثات. من الغازات الضارة التي توجد في الدخان ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت. تتفاعل الغازات الضارة في الجو مع بخار الماء في الهواء لتشكل أحماضا. ما هو تأثير الأمطار الحمضية على البيئة؟ 1- تجعل بعض البحيرات عديمة الحياة تقريبا. 2- تؤذي المحاصيل الزراعية. 3- تعمل على تآكل بعض أنواع الصخور و
البنايات المستخدم فيها الحجر الجير. 4 زيادة حموضة التر. كذلك في عندنا سؤال: اكتب الاسم او المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات التالية. 1 الغازات التي تعمل على تدفئة الارض هي الغازات الدفيئة. 2 ارتفاع درجة حرارة الارض هو الاحتباس الحراري. 2 علل ما يلي تعليلا علميا مناسبا واذكر السبب. تتغير الارض يوما بعد يوم، السبب بسبب التغيرات التي يدخلها او يدخلها الانسان على البيئة. 2 يجب ان تبقى الارض دافئة بنسب معينة، السبب حتى تستطيع الكائنات الحية ان تعيش. 3 اكمل الجمل التالية بما يناسبها علميا. ادت انشطة الانسان الصناعية الى زيادة نسبة الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي. من الظواهر الطبيعية التي تزيد الغازات الدفيئة في الجو البراكين وحرائق الغابات. سؤال: ما اثر المطر الحمضي على التماثيل المصنوعة من الحجر الجير؟ الاثر: الامطار الحمضية تتفاعل مع الحجر الجيري وتعمل على تفتته مثل ما حدث للتمثال. ما اثر المطر الحمضي على اوراق الاشجار؟ تذبل الاوراق وتتساقط على الارض، اي انها تجرد الاشجار من اوراقها. سؤال ثالث: ما مصادر تلوث الهواء الجوي؟ 1 دخان الوقود والبراكين. 2 الاشعاعات الذرية الطبيعية والصناعية. 3 الغبار الناشئ عن الرياح. 4 المبيدات الحشرية. 5 البكتيريا والجراثيم والعفن الناتجة من تحلل الكائنات الميتة. ماذا يحدث في الحالات التالية؟ عند وضع مسمار حديدي في الماء، الحدث يغوص المسمار في الماء ويصل حتى القاع. عند وضع قارب وكرة مصنوعان من الألمنيوم ولهما نفس الوزن، الحدث يطفو القارب لوجود التجويف وتغوص الكرة. 2 علل ما يلي تعليلا علميا صحيحا: يغوص المسمار الحديدي في الماء بينما تطفو السفن المصنوعة من الفولاذ. السبب: المسمار يغوص لأن وزنه أكبر من قوة دفع الماء عليه، وتطفو السفينة لأن بها تجويف يزيح كمية كبيرة من الماء يساوي وزنه. 3 كيف تستطيع الغواصة أن تطفو على سطح الماء وتغوص في أعماق مختلفة منه؟ الغواصة تطفو كالسفينة لأن بها تجويف يمكنها من إزاحة كمية كبيرة من الماء يساوي وزنها، وتغوص في أعماق مختلفة لاحتوائها على خزانات يتم ملأها بالماء تزيد من وزنها للوصول للعمق المطلوب. سؤال: اكتب الاسم او المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات التالية. اداة تستخدم لقياس الوزن. المصطلح هو الميزان الزنبرجي. 2 وحدة قياس الوزن. المصطلح هو النيوتن.
التالية بما يناسبها علميا. 1- إذا كان وزن الماء المزاح أكبر من وزن الجسم فإن الجسم يطفو. إذا كان وزن الماء المزاح أقل من وزن الجسم فإن الجسم يغوص. إذا كان وزن الماء المزاح مساوي لوزن الجسم فإن الجسم يصبح معلق. يستخدم الميزان الزبوكي لقياس وزن الجسم. وحدة قياس الوزن هي النيوتن. السؤال الثالث: ماذا تتوقع لو أن كمية الحديد التي صنعت من السفينة لم تصمم على شكل حوض في تجويف الحدث؟ تغوص السفينة في الماء كمسمار الحديد. العناصر والمركبات هي أساس المادة. فالعنصر عبارة عن مادة لا يمكن تبسيطها أكثر من ذلك. هذه مراجعة لدرس العناصر والمركبات. المركب الكيميائي هو مادة كيميائية تكونت من اتحاد عنصرين أو أكثر. 3- صفات المركب تختلف عن صفات العناصر التي يتكون منها. فالماء السائل مثلا لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال، فيما يشتعل غاز الهيدروجين ويساعد غاز الأكسجين على الاشتعال. الآن المخلوط وهو مزيج من مادتين أو أكثر يمكن فصله بطرق بسيطة مثل الترشيح، التقطير، قمع، فصل المغناطيس وغيره. المادة هي كل ما له كتلة ويشغل حيزا من الفراغ. الحالة الصلبة هي التي تكون فيها جزيئات المادة متراصة ومتقاربة من بعضها بعضا، وتكون المادة الصلبة ذات شكل وحجم ثابتين. الحالة السائلة هي الحالة التي تكون فيها جزيئات المادة متقاربة من بعضها بعضا، وتكون حركة جزيئات فيها انسيابية، ويكون للمادة السائلة حجم ثابت وشكل يتغير تبعا لشكل الوعاء الذي توضع فيه. الحالة الغازية هي الحالة التي تكون فيها جزيئات المادة متباعدة جدا حرة الحركة. 10- رمز العنصر يدل على ذرة واحدة من العنصر وعلى اسم العنصر. الصيغة الجزيئية للمركب تدل على اسم المركب وعدد ذرات العناصر المكونة لجزيء واحد من المركب. الآن صفات الأحماض وخصائصها. تتمتع بمذاق حمض قوي جدا. تمتلك القدرة على التفاعل مع القلويات لتكوين ماء وملح. تحول لون ورقة تباع الشمس إلى الأحمر عند التفاعل معه. تمتلك درجة الحموضة أقل من 7. صفات القلويات وخصائصها: تتمتع بمذاق مر جدا وبملمس صابوني. تحول لون ورقة تباع الشمس إلى الأزرق عند التفاعل معه. تمتلك درجة الحموضة أكثر من 7، وعندما تصل إلى درجة 14 تبلغ أعلى مستويات تركيزها. 3- إن المركب الكيميائي الجديد الذي تكون نتيجة تفاعل حمض الكبريتيك المخفف وكربونات الصوديوم هو ملح كبريتات الصوديوم.
يستخدم مقياس درجة الحموضة pH ميتر لكشف حدة الحمض والقلو. 5 يرمز إلى درجة الحموضة بالرمز pH وتعرف أيضا بالرقم الهيدروجين. 1 أمامك رمزان للعنصرين التاليين، اذكرهما. في عندنا الرمز H يدل على عنصر الهيدروجين، الرمز HE يدل على عنصر الهيليوم. أي من العنصرين اكتشف أولا؟ الهيدروجين اكتشف أولا. ما سبب كتابة رمز العنصر H ورمز عنصر HE؟ اكتشاف الهيدروجين قبل الهيليوم. السؤال الثاني، إن عنصري الأكسجين والهيدروجين، الأكسجين O والهيدروجين H، هما المكونان الأساسيان للماء H2O. تعرف على خواص الماء من خلال هذه التجربة الموضحة في الصور. ماذا يحدث الأكسجين متصاعد عند تقريب شظي؟ يزيد من اشتعال الشظي. ماذا يحدث للهيدروجين متصاعد عند تقريب شظي؟ يشتعل بفرقع. يحمل الغواص معه أسطوانة محملة بغاز الأكسجين وذلك ليساعده على التنفس. 4 يستخدم غاز الهيدروجين في صناعة غاز الأمونيا NH3 المستخدم في صناعة الأسمنة. السؤال الثالث، من خلال قيمة درجة الحموضة pH في القائمة A، اكتب أسماء الأطعمة المناسبة لها في القائمة B. pH يساوي 6 L جبن. pH يساوي 1 لا يوجد. pH يساوي 14 لا يوجد. pH يساوي 8 بياض البيض. pH يساوي 7 مثل الماء النقي. سؤال رابع، كيف تكون محلولا متعادلا؟ ضع في انبوب اختبار حمضا وقس قيمة درجة الحموضة pH وسجل براءتك. pH يساوي 1. اضف محلولا قلويا الى الحمض وقس قيمة درجة الحموضة pH وسجل القراءة pH يساوي 6. ما هي قيمة درجة حموضة pH لمحلول متعادل pH يساوي 7؟ سؤال 5، ادرس الرسم التالي ثم املأ الفراغات بالكلمات المناسبة. في عندنا هنا قيمة pH من 0 إلى 14، على اليمين محاليل قلوية وعلى اليسار محاليل حمضية من 0 إلى 7. تمثل الأشكال التالية حالات المادة الثلاث A B G. تمثل شكل A المادة الصلبة، الشكل B المادة السائلة، الشكل G المادة الغازية لتباعد الجزيئات عن بعضها جدا. سؤال الرابع، أي من الأشكال التالية يعبر عن جزيء عنصر؟ أيهما يعبر عن جزيء مركب؟ A يعبر شكل A عن جزيء عنصر لأن الذرتان متشابهتان من نوع واحد. يعبر شكل B عن جزيء مركب لأن الذرتان مختلفتان
لعنصران مختلفان. يعبر شكل الجيم عن جزيء مركب لأن الذرات مختلفة لعناصر مختلفة. السؤال الأول: قارن بين الأحماض والقلويات بحسب الجدول التالي. مقارنة: بالنسبة للطعم الأحماض لاذع، القلويات قاض مر، مؤشر تباع الشمس تحمر في الأحماض، في القلويات تزرق، درجة الحموضة أقل من 7 في الأحماض، أكبر من 7 في القلويات. مثال: أحماض حمض، حمض الهيدروكلوريك، القلويات هيدروكسيد الصوديوم. السؤال الثاني: أمامك أنابيب اختبار على الشكل التالي كما هو موضح في الصورة. في عندي حمض الكبريتيك، ماء الجير محلول، الصودا الكاوية. ما أثر إضافة صبغة تباع الشمس إلى الأنابيب؟ رقم 1: في حمض الكبريتيك تبدو باللون الأحمر. رقم 2: تبدو باللون الأزرق في ماء الجير. رقم 3: في محلول الصودا الكاوية تبدو باللون الأزرق. الآن المصطلحات العلمية الموجودة للفصل الثاني كاملة. ممكن أن تأتي مصطلحات علمية، ممكن أن تأتي كأكمل، تأتي في عند الصيغ في الأسئلة. النظام البيئي هو المكونات الحية وغير الحية التي تواجد في مكان ما. الموطن الطبيعي هو المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي مثل الصحراء، الغابة، البحيرة. المجال هو الدور الذي يقوم به الكائن الحي في موطنه الطبيعي. التجمع هو كافة أعضاء نوع واحد تعيش في المنطقة نفسها. المجموعة البيئية هي تجمعات الكائنات الحية كلها التي تعيش في منطقة واحدة. الكائنات المنتجة هي التي تستخدم ضوء الشمس لتصنع الغذاء من الماء وثاني أكسيد الكربون. كائنات مستهلكة هي التي تستهلك كائنات حية أخرى لتأمين غذاء السلسلة الغذائية. رسم بياني يستخدم لإظهار كيفية انتقال الطاقة والمغذيات من كائن حي لآخر. الشبكة الغذائية هي تداخل السلاسل الغذائية كلها في مجموعة بيئية معينة. المواد العضوية هي المواد التي تأتي من الكائنات التي كانت حية مثل بقايا الطعام. المحللات هي كائنات حية دقيقة تساعد على تفكيك الكائنات الميتة ومخلفات الكائنات الحية وتحللها إلى مكونات بسيطة تعود للتربة ليمتصها النبات ويستفيد منها. كذلك هي كائنات تفتت بقايا الكائنات الميتة إلى أجزاء صغيرة وتهضمها بالأنزيمات. التصحر هو تحول المساحات الخضراء الخصبة إلى مساحات فقيرة بالحياة النباتية والحيوانية. الزحف العمراني هو التعدي على الأراضي الزراعية الخصبة وبناء مساكن الإنسان عليه. الرعي الجائر والإفراط في رعي الماشية مما يؤثر على المروج الخضراء وبالتالي يؤدي إلى تعرية التربة والتصحر. إعادة التدوير هو إعادة استخدام بعض المواد التي لا تتحلل مثل البلاستيك والزجاج والمعادن. قوة دفع السائل هي قوة في بطن السائل تعمل رأسيا إلى أعلى تقلل من وزن الجسم. قاعدة أرخميدس: إذا غمر الجسم في سائل فإنه يلقى دفعا من أسفل إلى أعلى بقوة تساوي وزن السائل المزاح بالجسم المغمور.
الكثافة صفة فيزيائية مميزة للأجسام، تعبر عن علاقة وحدة الحجم بوحدة الكتلة. هي كتلة وحدة الحجوم من المادة. العنصر هو أبسط صورة للمادة، لا يمكن تقسيمه إلى مادتين. يتكون من نوع واحد من الذرات، لأنه يتكون من مادة واحدة. المركب تتكون من اتحاد عنصرين أو أكثر. المخلوط هو مزيج من مادتين أو أكثر غير متحدة مع بعضها. المحلول هو نوع خاص من المخاليط يحتوي على مذيب ومذاب. الحالة الصلبة جزيئاتها متقاربة من بعضها ومتراص ولا تغير مكانها. تتحرك الجزيئات حركة اهتزازية في مكانها، والحالة الصلبة شكل ثابت وحجم ثابت. الحالة الغازية جزيئاتها متباعدة جدا وغير متراصة. تتحرك الجزيئات حركة حرة ولا شكل متغير وحجم متغير. يأخذ الغاز شكل وحجم المكان الذي يوجد فيه. رمز العنصر يدل على ذرة واحدة من العنصر وعلى اسم العنصر. الأحماض لها طعم حمضي لاذع قوي جدا، تحول لون ورقة تباع الشمس الزرقاء إلى لون أحمر. لها قوة pH أقل من 7. القرويات لها طعم مر جدا ولها ملمس صابوني، تحول لون ورقة تباع الشمس الحمراء إلى اللون الأزرق. لها قوة pH أكبر من 7، وعندما تصل لدرجة 14 تبلغ أعلى تركيز. مقياس درجة الحموضة pH متر، وجهاز يستخدم للكشف عن حدة الحمض والقلو. درجة الحموضة عبارة عن مقياس مدرج من 0 إلى 14. التربة هي الطبقة السطحية أو الخارجية لسطح الأرض. حبيبات نتجت من أن تعرض الأساس الصخري للتجوية، وخليط من الرواسب والمعادن والمواد العضوية المتحللة والهواء والماء. الدبال هو بقايا المواد النباتية والحيوانية مختلطة بحبيبات الصخور. يزود النباتات بالمواد اللازمة لنموها نموا سليما، وهو غني بعناصر النيتروجين والكبريت والفوسفور والبوتاسيوم، وكذلك مادة داكنة اللون تتكون عند تحلل بقايا الحيوانات والنباتات، ويساعد على تكوين فراغات في التربة بها هواء. من المكونات الأساسية للتربة الزراعية، ويتكون نتيجة تحلل بقايا النباتات والحيوانات. لدينا تعريف التجوية، هي العملية التي بواسطتها يتفكك الصخر المنكشف والمواد الأخرى. عملية تعتبر أنها المسؤول الرئيسي عن تكوين التربة. الأساس الصخري طبقة تتأثر بالتجوية تدريجيا فيتفتت مكونة المادة الأساسية للتربة. الفول السوداني من المحاصيل تساعد على جعل التربة خصبة مرة أخرى، ومن النباتات البقولية التي تثبت النيتروجين الجوي في التربة لوجود بكتيريا عقدية في جذورها. الزراعة المحمية هي إنتاج الخضار أو نباتات الزينة داخل أنفاق أو دفيئات أو بيوت محمية كبيرة من البلاستيك الخفيف لحماية النبات من تقلبات الطقس.